السلام عليكم. رسالة اليوم المهمة وهذه النية الصادقة اللي قاعد أقولها لكبار السن من الأخوات الخوات، فإحنا قاعد نحاول بس نأجل أعراض الشيخوخة. وي فقير طاح وانكسر ورشة، هذه الأشياء ممكن تجنبها ممارسة الرياضة. البركة وين تجي؟ بالحركة، يعني تحرك مع الرياضة. هذا المقصد، إن نحاول يعني نأجل أعراض الشيخوخة، فخاصة لأصحاب الأمراض السكر والضغط. هني النادي ومركز التأهيل اللياقة في معهد دسمان للسكر الأبحاث تحت مؤسسة التقدم العلمي. بداية من اليوم خلينا نقول تصفط سرداب بارد، تصعد فوق تغير كل شيء يكون نظيف، بعدين اختبار السكر والضغط، تسخين في حصص عاد. اكو حصة بالحوض منها التمارين الجماعية، ومنها في حصص لا لها علاقة بال الإنسان، لأن مشكلة من يكبر الذهن مع العضلات ما في تناسق، فهني في تقوية وفي عمليات التوازن. وبعدين يبدأ الاختبارات اللي هي الدورية، في اختبارات كل 3 أشهر، كتلة الجسم، في سكر تجسسي، وكذلك الوزن، كثير من الشغلات، وهم استشارات بالتغذية إذا واحد يحتاج، وكذلك في يعني الكادر اللي هني وايد متمرس وذو خبرة. ولا تحاتون طبعا، المعهد متبع أعلى معايير الصحة، فحياكم.